اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره تانية، وبنرجع زي ما وعدناكم امبارح الى انتخابات الرئاسه الايرانيه. الانتخابات في صناديق الاقتراع افتتحت النهارده الساعه 8 صباحا بالتوقيت المحلي لايران، وذهب الى او يعني المفروض استدعي او دعي الى صناديق الاقتراع بحسب الارقام الايرانيه 61 مليون وقرابه 450 الف شخص داخل البلاد وخارجها للتصويت في هذه الانتخابات. وداخل ايران هناك او داخل وخارج ايران هناك 60 الف مركز اقتراع للتصويت فيها، يعني احنا بنتكلم قرابه 1000 شخص في كل مركز من دول بيصوت. خارج ايران في 138 مكتب في 99 دوله بيتم يعني التصويت فيهم، وحسب وجود رعاية، في رعاية ايرانيين كتير خارج يعني خارج ايران لهم حق التصويت. الانتخابات دي طبعا حضراتكم زي ما شرح لنا امبارح الدكتور محمد عباس ناجي خبير الشؤون الايرانيه والخبير مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، لازم المرشح ياخد 50% زائد صوت من الاصوات الصحيحه اللي صوتت، من كل الاصوات عفوا، لانه ده نظام مختلف، وكل بطاقات الاقتراع طالما اتحطت البطاقه ايا كان صحيحه او غير صحيحه لازم ياخد 50% زائد واحد من هذه البطاقات. اذا ما حصلش على هذه النسبه هناك جوله ثانيه اعاده بين اعلى اثنين مرشحين حصلوا في الدور الاول، هتبقى يوم 5 يوليو القادم بعد يعني بعد اسبوع. وحتى هذه اللحظه تم مد التصويت، مد التصويت كان المفروض ينتهي من اكثر من ساعتين، تم مده ساعتين، وعلى الارجح انه هيمد مره اخرى. زي ما احنا عارفين وامبارح اتكلمنا مع ضيفنا الكريم، هناك منافسه ثلاثيه تقريبا ما بين اربع مرشحين، لكن هي ثلاثيه او ثنائيه ما بين مرشحين محافظين اثنين اقوياء وواحد ثالث ومرشح واحد وهو مرشح يعني المسمى بالاصلاح. احنا معانا عموما على التليفون صديقنا الخبير المعروف الشؤون الايرانيه الدكتور محمد عباس ناجي. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ. ازيك يا دكتور؟ احنا وعدنا مشاهدينا امبارح من حضرتك يعني تنورنا مره ثانيه، يا ترى الامور ماشيه ازاي لغايه دلوقتي؟ والله هو واضح ان هو يعني في الساعات الاولى من النهار يعني لم يكن مستوى المشاركه يعني على مستوى توقعات القياده في ايران او النظام في ايران، وطبعا وظهر التبريدات لده ان درجه الحراره عاليه 36 في طهران وغيرها، وانه المستوى المشاركه ممكن ان يزيد في الساعات الاخيره من اليوم، ولذلك فعلا زي ما حضرتك قلت تم تمديد التصويت لمده ساعتين في الاول من 6 ل 8، ثم تم تمديده مره اخرى لمده ساعتين اخريين لحد الساعه 10، يعني فاضل تقريبا ساعه على اغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الاصوات في ايران. لكن في كل الاحوال هناك دعوات من جانب كل الاطراف للمواطنين للنزول الى صناديق الاقتراع. النظام يريد رفع نسبه المشاركه لانه باعتبار ان ده بيعزز شرعيته او بياكد انه ليه شرعيه في على الارض، والتيار الاصلاحي يريد رفع نسبه المشاركه لتعزيز فرص مسعود بوزوشكيان في منافسه المرشح التيار للمحافظين الاصوليين. طيب يعني كده حضرتك اللي فهمته منك ونشرحه اكتر انه كلما زادت نسبه المشاركه كلما زادت فرصه بوزوشكيان والتيار الاصلاحي، كلما قلت كلما زادت فرصه التيار المحافظ. ده انا فهمت كده صح؟ صحيح، انا اعتقد ان هي دي المقاربه او المعادله اللي هو بيعتمد عليها كل التيارات في ايران، انه فعلا لما تزيد نسبه المشاركه ده ممكن يكون في صالح تيار الاصلاحيين في كل الاحوال. ده ليه؟ يعني هل معناه انه الناس يعني التابعين لهذا التيار موجودين لكن كامنين سياسيا مش نشيطين، ولا ايه بالظبط تفسير دكتور؟ هو في اسباب كتيره يا استاذ ضياء، يعني منها طبعا اللي حصل، الظروف اللي حصلت في الفتره الماضيه، اقصاء كتير من الاصلاحيين عن الانتخابات مجلس الشورى او حتى انتخابات مجلس الخبراء وانتخابات
حتى انتخابات الرئاسة في 21 وغيرها، وربما في تيار تاني حتى بي 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 أو تفكير تاني لدى التيار الإصلاحي، بأنه حتى لو وصل مرشح الإصلاحيين مسعود بوزوشكيان إلى الرئاسة مش هيقدر يعمل يعني ينفذ كتير من الوعود اللي قالها. وعندهم كان عندهم تجارب قبل كده زي ختامي أو روحاني إن هم ما قدروش ينفذوا كل اللي هم وعدوا به في الحملات الانتخابية، نتيجة طبعا زي ما قلنا امبارح إنه الرئيس محدود أو يعني صلاحيات الرئيس محدودة، مش يزاحمها أو يزاحمها مسؤولون آخرون لديهم صلاحيات حتى تنفيذية تزاحم أو تقلص من صلاحيات الرئيس. ربما هو ده اللي بيسبب ان دايما نسبة المشاركة ما بتبقاش عالية بشكل الكبير. هناك تعويل في النظام على انه على الاقل تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية على الاقل تكون اعلى من نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى الاخيرة اللي قبل 3 شهور اللي كانت 41% وكانت الاقل على مدى الاستحقاقات الانتخابية كلها في ايران على مدى يعني على مدى 45 سنة. هو على الاقل يريد ان تكون اكثر 43 44 او 45 او حتى لحد 50، لكن طبعا هناك يعني لسه مش مؤكد نسبه المشاركه هتكون قد ايه في الانتخابات الحاليه. هو انتخابات المناضيه الرئاسيه كانت المشاركه كام فيها؟ كانت حوالي 48% في 2021، لكن انتخابات مجلس الشورى والخبراء اللي كانت في مارس 2024 كانت حوالي 41%. دي كانت الاقل يعني كانت اقل انتخابات مشاركة على مستوى كل الانتخابات اللي فاتت. طيب احنا النهارده سمعنا بعض الاخبار من بعض وسائل الاعلام الغربيه تحديدا عن ان هناك مناطق التصويت فيها لم يتعدى 5% لغايه الظهيره، ومناطق تحديدا ذات يعني صفه عرقيه محدده، بيتكلموا عن مناطق في ازيريه، مناطق تحديدا فيها يعني وجود عربي زي الاحواز، مناطق زي قريبه من فيها منطقه بلوشستان. هل ده صحيح يعني انه بيتفاوت الاقبال وفق القوميه؟ طبعا من الممكن ان يتفاوت وفق القوميه، يعني التوتر هو سمه غالبه في علاقات النظام في ايران مع القوميات المختلفة. لكن دعني أقول للأستاذ ضياء أن هو نسبة المشاركة دائما في إيران بتبقى منخفضة في الساعات الأولى من الانتخابات، يعني ربما في الساعات الأخيرة بتعلى أكتر، يعني وخصوصا زي ما قلت حضرتك أنه درجة الحرارة، وده الوسائل الإعلام الإيرانية نفسها بتركز عليه دلوقتي، أن درجة الحرارة ربما هي اللي دفعت المواطنين الى العزوف عن النزول مبكرا، يعني خصوصا النهارده الجمعه كمان في 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 ايران. يعني وفي نفس الوقت ما وسائل الاعلام الاجنبيه تحديدا ما نقدرش نعول عليها قوي، يعني انت طبعا في نوع من الخصومه او هكذا، يعني في فكره المصداقيه هنا ما نقدرش يعني نعول عليها بشكل كبير، في ولا حتى طبعا وسائل الاعلام الرسميه في ايران نفس الامر، يعني على العكس من ده. لكن في كل الاحوال الظواهر بتقول او المؤشرات بتقول ان المشاركه مش هتبقى نسبه المشاركه مش هتبقى عاليه قوي، يعني تقريبا يعني مش هتمثل اختراق عن نسب المشاركه في الانتخابات الاخيره في ايران. طب فيما يتعلق بالجهود الدولة وده بشكل صريح، وجود المؤسسة هنا، احنا عندنا مؤسسات كثيرة في ايران حضرتك شرحتها لنا امبارح، ومعظمها لنكن كلها يعني مؤسسات محافظة من اول المرشد الاعلى لغاية كل المؤسسات البرلمانية والدستورية والخبراء وتشخيص مصلحة النظام والخ. هذه المؤسسات اثناء العملية الانتخابية بيبقى دورها ايه؟ هل هي بتبقى متحركة ولا صامتة بتحافظ على درجة ما من الحياد ولو الشكلي؟ هو على المفترض ان المؤسسة اللي هي مسؤولة عن العملية الإجرائية هي وزارة الداخلية في إيران، لكن المؤسسات الثانية المفترض تكون على الحياد كلها، سواء مؤسسة المرشد او الحرس الثوري، على سبيل المثال الحرس الثوري على الاقل ليه مرشحين في الانتخابات، هو محمد بكر كاليداف وسعيد جليلي، وهو اكدوا ان هم رسميا على مسافه واحده من كل المرشحين. لكن عمليا على الارض قد يكون هناك نوع من عمليه توجيه الاصوات لصالح مرشح
معين. يعني على سبيل المثال المرشد ربما لأول مرة يدخل في هذا الجدل عندما يعني دعا من يومين المواطنين إلى عدم التصويت لصالح مرشح من الممكن أن يضم مسؤولين يدعو إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بيقول لهم تقريبا ما تصوتوش لبزوشكيان لأنه هيضم ظريف وهيضم حكومة روحاني وهكذا. ربما دي أول مرة تحصل، وهو النهاردة حتى النهاردة يعني بيتكلم أو يدعو إلى التصويت لصالح المرشح اللي هو بيدعم القيم الثورية، يعني تقريبا أيضا بيقرب من فكرة أنه مرشح أصولي قد يكون سعيد جليلي أو كاليباس أو غيره. وبالتالي يعني على الناحية الرسمية الحياد موجود، لكن على الأرض قد يكون هناك تدخل لصالح توجيه عملية التصويت لصالح مرشح معين، غالبا طبعا يكون مرشح تيار المحافظين الأصولي. طب عشان نكمل فهم، احنا امبارح سألنا حضرتك كيف يدخل المرشح إلى الترشيح، وانا بديت اندهاشي بانه كان في 80 بقيوا 6، وحضرتك يعني صلحت له وتلاقي ده كانوا بيوصلوا ل 1500 وصلوا ل 7 و8. طب ده في الدخول، انه مجلس صيانه الدستور بيقرر. طيب بعد اجراء الانتخابات لو حصل انه في تظلم، في طعن، في حد شاكك في اصوات، يا ترى في شيء مؤسسي بيحكم ده في ايران وشيء محايد؟ المفترض ان هو المسؤول، يعني زي ما قلت لحضرتك وزاره الداخليه مسؤوله عن العمليه الاجرائيه، لكن فكره الاشراف على الانتخابات وعلى النتائج وعلى غيرها مجلس صيانه الدستور طبعا بيبقى ليه دور في ده. لكن في كل الاستحقاقات الانتخابيه اللي قبل كده ربما ما حصلش الامر ده خالص، نوع من التظلم، الا في حاله واحده اللي هي 2009 اللي هي انتخابات الرئاسه في 2009 اللي أعلن فيها فوز الرئيس الأسبق أحمد نجاد بفترة رئاسية ثانية. المرشحين اللي كانوا بنفسهم مير حسين مساوي ومهدي كروبي طعنوا في عملية أو نزاهة الانتخابات وقالوا أنه تم تزويرها وطلبوا بإعادة التدقيق في السند أو فرض صناديق الاقتراع أو غيرها، لكن في النهاية ما حصلش نوع من تعديل النتائج. تم تأكيد فوز أحمدي نجاد مرة تانية من جانب مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية. وبالتالي يعني في كل الأحوال لا أعتقد أنه سيكون هناك مجال كبير يعني التراجع عن النتائج التي ستعلن لأول مرة من جانب وزارة الداخلية ومن جانب مجلس صيانة الدستور. سؤالي الاخير اللي قبله، حضرتك الانتخابات بتعلن النتائج النهارده بالليل متاخر ولا بالصبح ولا هتبقى ازاي؟ حسب بقى يعني معدل التصويت في الانتخابات، يعني اما النهارده يعني بالليل متاخر او غالبا ما هيبقى بكره الصبح، يعني وزاره الداخليه هتعلن ده في النهايه. يعني اعتقد مش هيبقى يعني على الاقل لحد مثلا بكره الظهر هيكون اعلن النتائج، سواء على مستوى نسبه المشاركه او على مستوى طبعا نسب حصول المرشحين المختلفين على تصويتي. توقعاتك، ده السؤال الاخير، اعاده ولا فوز من الجوله الاولى، ومن والاعاده بين من ومن؟ والله يعني لحد دلوقتي المسألة غامضة جدا صوفيا، يعني ما اقدرش انا فعلا اقول دلوقتي مين اللي ممكن يفوز او يحصل جولة اعادة. لو حتى حصلت لو جولة اعادة من الممكن يكون بوزوشكيان مع احد المرشحين الاثنين الكبار المنافسين سعيد جليلي او كاليباف، او حتى جولة الاعادة تكون بين جليلي وكاليباف نفسه، يعني طبعا ممكن الاثنين محافظين مع بعض. يعني المسألة ما زالت غامضة جدا، ما نقدرش نرجح أي طيارين يقدر يحسم الأمر حتى من الجولة الأولى لحد دلوقتي. احنا طبعا كالعادة استفدنا من كل شروحاتك وكل يعني معلوماتك دكتور محمد، أشكرك شكرا جزيلا. دكتور محمد عباس ناجي، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبير في الشؤون الإيرانية، وهننتظر اللي مهتم بينا فينا بإيران، واحنا قلنا ليه نهتم بإيران امبارح في أكثر من فقرة، هيتابع النهارده وبكره نتائج هذه الانتخابات ذات الصلة بينا وبمصالحنا كمان. نخرج إلى فاصل ونعود إلى فقرتنا الثانية هذا اليوم.